السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد على قناة محترف النت. طبعا النهاردة هنشرح طريقة الربح من الانترنت، وهو موقع كويس جدا وموقع صادق جدا. كتير من الناس بتشتكي على القناة انهم بيشتغلوا على مواقع اختصار روابط، ولكن في الاخر الناس لما بتشتغل على المواقع ما بياخدوش فلوسهم، وده بسبب ان المواقع دي بتبقى مواقع كاذبة او مواقع احتيالية، وهما بيستغلوك ان هم يحققوا منك ربح كتير ولكن ما يدكش الفلوس بتاعتك. ولكن النهاردة هنشرح موقع قديم جدا وموقع معروف وموقع بيدفع الفلوس لكل الناس وموقع آمن جدا، لان اغلبية دلوقتي المواقع دي بتتقفل، ولكن الموقع ده قوي جدا وموقع قديم وصعب دلوقتي ان هو يتقفل. تمام، ايه هو الموقع ده؟ الموقع ده انا كنت شغال عليه، والموقع ده بيدفع فعلا فلوس. وطبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ان احنا في القناة ما بننشرش اي حاجة كده وخلاص، ولازم نتأكد من المعلومة بتاعتنا. عشان كده النهاردة طبعا هنوري لكم الفلوس اللي جت في البيبال بالتواريخ بالظبط، وهنوري لكم هي نفس الفلوس اللي اتبعتت فعلا من الموقع للبيبال. طبعا في الاثبات بتاع الفيديو النهاردة هنثبت كل ده في الفيديو، عشان محدش يشكك في الموضوع ويقولك ان دي طريقة كاذبة. وطبعا النهاردة نبدأ، يلا ان احنا نشرح الطريقة ونخش على جهاز الكمبيوتر. طبعا يا جماعة احنا دلوقتي على جهاز الكمبيوتر، طبعا اللي عنده التليفون مفيش اي مشكلة، عادي جدا هيبقى زي الكمبيوتر بالظبط. انت عندك التليفون، طبعا احنا دلوقتي هنخش على متصفح كروم عادي جدا، انت برضو هتكون موجود على التليفون وهتدخل برضو على متصفح كروم مفيش اي مشكلة. طبعا رابط اد فلاي هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. هتبدا ان انت تخش على الرابط وتبدا ان انت تخش على الموقع، هيظهر لك الواجهه زي ما انت شايف كده. طبعا اذا كنت انت شايف ان ده انجليزي وعايز تخليه عربي، فتقدر من الخانه اللي موجوده فوق دي انك تخليه عربي مفيش اي مشكله. بعد ما تبدا ان انت تخليه عربي تمام، هيبدأ ان هو يبقى معاك عربي زي كده زي ما انت شايف. طب هنبدأ ان احنا نعمل حساب ازاي في الموقع ده. اول حاجة لو انت جديد طبعا هتضغط على كلمة انضم الان. بعد ما تضغط عليها بالشكل ده تمام، عندك طبعا الاسم، اكتب اسمك تمام. عندك مثلا اسم المستخدم، هتعمل اسم مستخدم عشان تبدأ تدخل بيه لما تعمل تسجيل دخول للحساب ده، وهتكتب العنوان البريد الالكتروني بتاعك، وهتبدأ ان انت تكتب العنوان البريد وتكتب عنوان البريد الالكتروني تاني، وهنا طبعا تعمل كلمة سر الحساب، وتكتب هنا طبعا كلمة سر الحساب تاني، وطبعا هنا الكلمة المشفرة دي هتكتبها هنا، ولو طبعا انت مش واضحة بالنسبة لك ممكن تغيرها من هنا، هتبان لك طبعا واحدة تانية. هنيجي عند نوع الحساب، هنضغط عليها بدل ما في تحت هنلاقي المعلن، هنسيب المعلن وهنيجي على اللي فوق اللي هي خاصية تقصير الروابط، وهنضغط عليها اللي هي خاصية تقصير الروابط، يمكن انشاء روابط مصغرة لعناوين المواقع الالكترونية والربح الاموال. طبعا هنضغط عليها. بعد ما نضغط عليها وهنضغط على احكام وشروط الاستخدام، هنضغط عليها علامة صح. بعد كده نعمل نضغط على العلامة دي، هيبدأ ان هو يسجل معانا الحساب، ولكن انا عندي حساب تمام، فهبدأ ان انا اسجل الدخول من هنا، تسجيل الدخول الى حسابي، وهبدأ ان انا اسجل بالحساب الجيميل بتاعي. وطبعا انا سجلت الدخول زي ما انتم شايفين كده على الحساب بتاعي، وطبعا جاي لي اسمي هنا علي فوزي، وسجل على الحساب بتاعي عادي. هنبدأ ان احنا طبعا انا حاليا عشان تبقوا شايفين، طبعا انا عندي مثلا سحب الاموال، بالنسبة ندخل مثلا على الخانة بتاعت سحب الاموال. بالنسبة للخانة بتاعت سحب الاموال هتلاقوا ان الفلوس 5 دولار، مش عارف ايه 10 دولار، 20 دولار، 18 دولار، كل دي فلوس ايه مسحوبة ورا بعضيها. ولكن الفلوس دي انا شايف انها ضعيفة جدا، اللي هي مثلا 5 دولار، ال 20 دولار، ال 18 دولار، انا شايف ان هم قليلين، لان انا حاليا اساسا انا ما بشتغلش على الموقع ده، فثابت عليه فحاطط على الموقع ده حوالي تقريبا رابط او اتنين رابط، فما بشتغلش على البرنامج ده قد كده، ولكن هي دي الارباح اللي بتجيلي من الرابط او الاتنين رابط اللي انا حاططهم على الموقع. طبعا الفلوس دي اهي فلوس مش قديمة، طبعا 2020 شهر 5 يوم 30 تمام، اللي هو امبارح. طبعا طب اتبعت لي كام امبارح؟ اتبعت لي 5 دولار 64 سنت. طب
ازاي نخش بقى على حساب الباي بال. نبدأ ان احنا نخش على حساب الباي بال بتاعي. بعد ما دخلنا على حساب الباي بال طبعا زي ما انتم شايفين اهو الحساب بتاعي، هنبدأ ان احنا نخش على عرض كل الانشطة. بعد ما بخش على عرض كل الانشطة بلاقي ان هنا فعلا 5 دولار 64 سنت اللي هم اتحولوا، وبعد ما هنضغط عليها كده عشان نتأكد ان الفلوس دي جاية من الموقع هنلاقي مكتوب هنا طبعا تم الدفع بواسطة ده اللي هو تبع موقع اد فلاي. زي ما انت شايفين كلمة اد فلاي موجودة هنا اهي عشان الناس تبقى متأكدة ان الموقع ده بيدفع. طبعا طب اللي قبليه الدفعة اللي كانت قبليها كانت كام؟ كانت 5 دولار 84 سنت. وطبعا الفلوس بتتبعت لي على طول على البنك زي ما انت شايفين الفلوس على طول بتتبعت. طب اللي كان قبليها كان 5 دولار 84 سنت، نخش عليها فعلا 5 دولار 84 سنت يوم 20/20/24، نخش عليها فعلا يوم 20/20/24. برضو نشوف حاجة تانية عشان تبقوا متأكدين، 5 دولار 69 سنت ندخل عليها هنا هنلاقي برضو 5 دولار 69 سنت. طبعا في 18 دولار و20 دولار، كل ده من رابط او اتنين بس انا حاططهم، ولكن انت طبعا هتكون شغال على الموقع فهيجي لك فلوس كويسة من الموقع ده. تمام، طب انا بقى هشتغل ازاي على الموقع ده؟ اول حاجة فليكن مثلا انا جبت مثلا عندي رابط مثلا بتاع جوجل مثلا جوجل مثلا، نكتب ايه مثلا جوجل هنا عندك مثلا الرابط مثلا ده، الرابط ده بيدخلك على جوجل. جيت انا جبت الرابط ده مثلا كوبي تمام، وجيت على الخانة دي في الحساب بتاعي وجيت حطيت الرابط ده، بعمل اختصار. بعد ما بعمل اختصار بيجيلي رابط تاني، الرابط ده انا باخده نسخ. مثلا انا دلوقتي عندي مثلا اي مثلا ده رابط بتاع لعبة، ده رابط بتاع فيديو، رابط بتاع اي حاجة تمام. الرابط ده الهدف دلوقتي ان انا اجيب زيارات للرابط ده، هجيب زيارات للراجل ده للرابط ده ازاي؟ بمسافة ما انت عملت الكوبي للرابط ده اللي انت حطيته ونسخته اعطاك رابط من عنده، اول ما الشخص بيجي يخش على الرابط اللي انت هتديهوله تمام زي ما انت شايفين كده، نبدأ ان احنا نلزق الرابط تاني ونعمل اختصار وننسخ الرابط. هنيجي مثلا هنا بعد ما بنخش على الرابط اللي موقع اد فلاي عطاه لنا بيجينا، هيجينا زي ما انتم شايفين هنخش طبعا الاول هيدخلنا على اعلان زي ما انتم شايفين كده. الاعلان ده من موقع اد فلاي، بيبدأ الشخص مثلا بدل ما يخش على الرابط بتاع اللعبة او الرابط بتاع الفيديو او الرابط بتاع اي حاجة انت نشرتها او انت عاملها، بدل ما هيخش على الرابط على طول هيخش على الموقع ده، هيبدأ ان هو يشوف الاعلان ويضغط على ايه؟ تخطي الاعلان. بعد ما بيضغط على تخطي الاعلان بيبدأ ان هو يجيب له يدخله في الموقع اللي انت كنت عامل له الرابط عليه الاساسي. يعني زي ما انت شايفين اهو دخلنا على طول على جوجل اللي هو الموقع اللي احنا نسخناه. طيب دلوقتي طب احنا برضو مش فاهمين الموضوع، كل ما هتبدأ ان انت تدخل زيارات للروابط دي هتبدأ ان انت تجيلك ارباح. يعني انا بصوا 47 سنت مجرد رابط بس او رابطين هم اللي شغالين فقط لا غير، لان انا ما بشتغلش على الموقع خسارة رابط لاني حاليا انا بكتفي باليوتيوب، وما بشتغلش على موقع خسارة رابط كنت بشتغل عليه الاول وفعلا كان بيحقق لي فلوس كويسة جدا، كنت ساعات باخد 100 دولار ساعات 200 دولار، كانت بيجي منه فلوس كويسة جدا. ولكن برضو في ميزات في البرنامج ده كويسة جدا لما طبعا انت طيب دلوقتي، طب يعني انت دلوقتي فهمت الفكرة ان انت هتبدأ ان انت تجمع زيارات عندك مثلا قناة على اليوتيوب مثلا بتشرح مثلا برنامج اي برنامج، هتبدأ مثلا انك تاخد الرابط تحطه هنا تمام، وبعد ما بتحط الرابط هنا هتنسخه وتاخد رابط جديد منه تمام، وبعد ما تاخد الرابط الجديد هتنشره، وبعد الناس بدل ما تخش على البرنامج على طول هتشوف اعلان بعد كده تخش على البرنامج، وكده انت هتكون مهما كانت بقى الزيارات، زيارات من فيسبوك، زيارات طبعا الحكاية دي هتكون سهلة عليكم جدا، كل ما هتجيب زيارات اكتر هيكون فيه ارباح اكتر على الموقع بتاعك.
وزي ما انت شايفين طبعا في هنا ميزات كتيرة جدا. اول حاجة عندنا هنا اللي هي المكان، القائمة الرئيسية. القائمة الرئيسية دي ممكن ان انت بتطلع على الزيارات اللي بتجيلك في اليوم، يعني مثلا هنا ظاهر لي ان انت مثلا جالك النهاردة 500 مثلا زيارة، بيقول لك مثلا هنا عندك مثلا الحاجات الشهرية. بس انت اهم حاجة ما تشغلش بالك غير بس بالمكان بتاع الرابط ومكان سحب الاموال. طيب ازاي برضو الفلوس هتجيلي على الباي بال؟ اول حاجة عندك هنا خانة الحساب، بعد ما بتضغط على خانة الحساب تبدأ ان هي تفتح معاك قائمة زي ما انت شايف كده. اول حاجة الهوية دي انت بتكتب فيها اسمك، بعد كده العنوان، بتكتب العنوان الاول والعنوان الثاني، وبعد كده المدينة، وبتكتب المحافظة، وتكتب الرقم البريدي بتاعك، وبعد كده في دولة ايه، طبعا هنختار انا من دولة مصر بختار ايجيبت، رقم التليفون طبعا هتحطه، بعد كده المجال بقى هتعمل مجال الاعمال اللي هو نوع الحساب مجال الاعمال، بعد كده طبعا اسم المستخدم، ده اسم المستخدم بتاعي. طبعا عندنا طبعا هنا الاعلانات الخاصة بالتطبيقات هنعمل ليه طبعا الهاتف المحمول، نعم للهاتف المحمول، والاعلانات الخلوية طبعا هتبقى هي عندك، هتبقى جاهزة كده عندك، بس انا طبعا انا بشرح بس ايه اهم خطوات اللي هي الحاجات دي. طبعا كلمة السر هنا دي انت لو عايز تغيرها. بالنسبة لنظام التحويل هنا بقى عندك بيقول لك انت هو متاح منه يا اما يبعت لك من على باي بال يا اما يبعت لك من على بايونير. فهو بيقول لك نبعت لك من على باي بال ولا نبعت لك من على بايونير، ولكن بايونير اقل حاجة يبعت لك عليها 10 دولار، فانا مثلا مختار باي بال. وتبدأ ان انت تختار تكتب الحساب اللي هو معمول عليه الباي بال، الحساب بتاع الباي بال بتاعك. هتقول لي الحساب بتاعي اساسا مش مفعل، هو عادي جدا بيبعت للباي بال اللي مش مفعل، والحساب الباي بال بتاعك بيتفعل عن طريقه لان اتبعت له فلوس. تمام كده. طب كده احنا عرفنا ازاي هنحط حساب الباي بال بتاعنا. عندك هنا مثلا الاحالات، في حاجات كتير هنا ولكن مرشحش انك تخش عليها. عندك الادوات، عندك هنا طبعا مكان لسحب الاموال، اول ما بتضغط عليه طبعا عندك هنا الارباح المتاحة اللي هي 47 دولار، القصدي اللي هم موجودين هنا حاليا. عندك هنا طبعا المكان اللي بتبدأ ان انت تعمل فيه رابط. هنا طبعا لو انت الحساب بتاعك توافق عليه، طبعا انا خلاص عديت كل الشروط دي، لو انت حسابك تم بلوغ الحد الاقصى اللي هم 5 دولار هيتبعت لك الفلوس تلقائيا. في طبعا موجود في البرنامج ده موجود في دعم، موجود هنا في البرنامج تقدر ان انت تتواصل مع الدعم عادي ما فيش اي مشكلة. وطبعا كل ما هتجمع اكتر زيارات كل ما هيكون ليك فلوس اكتر في الموقع، كل ما هتجمع اكتر زيارات هيكون برضو هيجي لك اموال في الموقع. فانت لازم تشتغل على الموقع كتير جدا، واول ما تشتغل على الموقع كتير هيكون ليك فلوس كتير هتجيلك على الموقع. وده موقع طبعا مجرب وتم الاثبات قدامكم في الفيديو ان الموقع بيدفع فعلا فلوس 100%، ووريتكم طبعا الفلوس في الباي بال، ووريتكم طبعا الفلوس في الموقع. طبعا اتمنى لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس، وياريت لايك، اللايك ده بيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات كتيرة عشان نقدم لكم طرق كتيرة ان شاء الله المرة الجاية. ياريت تشترك في القناة وفعل زر الجرس. شكرا ليكم، استنونا الفيديو الجاي.